القبض على الطالب الذي قام بتسريب امتحان الديناميكا. كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول شخص من خلال تطبيق الواتساب بيدعي قدرته على تسريب امتحان الديناميكا بمقابل مادة. تبين أنه طالب مقيم بقسم شرطة ثاني سوهاج، تم القبض عليه وبحوزته 2 هاتف محمول. دي بتعتبر دلائل على الواقعة بتشير إلى إدارته مجموعة على الواتساب والتليجرام ومحفظة إلكترونية بها مبلغ مالي.